فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه مع أسمائه الحسنى وصفاته العلى مع الكمال والبهاء والجلال والعظم التي يستحقها الله جل في علاه. ونستغفر الله، قد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره. نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا من يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس، ونسأل الله في عليائه أن أشكر ولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المدارس وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا إذا كان خالصا تاما لوجه الله الكريم. احنا بلغنا في الكلام على صفة اليد، وأن الله تعالى قد وصف نفسه باليد في الكتاب، يد الله فوق أيديهم، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم باليد أيضا بأنه وبالأصابع وبالأنامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، وأيضا قال فوجدت برد أنامله، وأيضا قال يحث الرحمن بكفه. فكل ذلك أوصف ليد الله جل في علاه قد أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لربه. اليوم إن شاء الله نختم هذا الباب بالفوائد المستنبطة ثم ندخل على الباب الآخر. فقد يعني طرح بابا المصنف جزاه الله ألف خير على هذا الكتاب الماتع كتاب الشريعة للأجري، فإنه أيضا ختم الكلام على صفات اليد، أن الله تعالى بشر بيده خلق آدم فقد خلقه بيده، وأيضا ورد عن ابن عمر أن الله خلق القلم بيده والعرش بيده، ورد عن مسعود أن الله جل في علاه خط التوراة بيده وخلق آدم بيده وطوبى الشجرة التي في الجنة في بيده. وهذا قد فصلنا القول فيه بفضل الله جل في علاه. أما آدم فقد قال الله جل في علاه منكر على إبليس أنه لم يسجد، قال لما خلقت بإيش؟ بيدي. وقال الله تعالى مما عملت أيدينا، وقال الله تعالى ردا على اليهود الذين قد اتهموه بالنقص أو وصفوه بالنقص جل وعلا سبحانه جل في علاه تعالى علوا كبيرا عن قول الظالمين، حيث قالوا يد الله مغلولة، فقال الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين، وقال الله جل في علاه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ وأيضا كما قلنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالأصابع، ولما دخل حبر اليهود يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحمل الأنهار على ذه والأشجار على ذه وبني البشر على ذه، إلى أن قال ويهزهن، قبض بيده وقال يهزهن هزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما فقال ابن مسعود لا ما قال الخلف، قال السلف، قال ابن مسعود الراوي والقاعدة عند العلماء الراوي أعلم بما قال، قال فابتسم النبي تصديقا لقول الحبر ما قال إنكارا على قول الحبر كما قال الخالفون لا الذين يتقنون كلام الإنسان ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن اليوم إن شاء الله نتكلم على الفوائد المستنبطة في هذا الباب ختاما له، ثم ندخل على الباب الآخر وهو أن الله جل في علاه لا ينام، وسنرى ربط الباب هذا بالباب السابق. الفوائد المستنبطة من هذا الكتاب، أولا لا يأمن الفتنة إلا منافق، ولا يأمن مكر الله إلا الخاسرون. من وين هذا؟ من وين نستنبط هذه الفائدة من خضم الأحاديث والأبواب التي أتى بها المصنف؟ لا يأمن الفتنة إلا منافق عليم النفاق، الذي يحسب أنه قد أمن من الفتنة وأنه ثبت على الخير وأن الجنة قد ضمنها، فهذا الذي لابد أن نقول فيه أنه منافق عليم النفاق. ولا يأمن مكر الله إلا الخاسرون،
نعم أنا ما أقولها آية. نعم. من وين استنبط هذا؟ ممتاز. لفوق فوق. النبي صلى الله عليه وسلم قال قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف؟ فأيما قلب أراد أن يقيمها أقامها وأيما قلب أراد أن يزيغها أزاغ. من يأمن أنت من أعطاك صكا من الله جل في علاه أن الله سيثبت دينك ويثبت إيمانك ويثبت قلبك ويميتك على ذلك؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى على نفسه ذلك. إبراهيم أبوه وهو أبو الأنبياء الذي وصف الله جل في علاه وهو المؤمن الوحيد وسط بلد وسط البلاد الكافرة، البلد الكافرة، هو المؤمن الوحيد وسط هؤلاء الكافرين، والله جل في علاه يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وحده، كان أمة. لما دخل على النمرود قال لها، قال لسارة، قال لها ما في أحد على وجه البسيط على وجه الأرض قد آمن بالله إلا أنا وأنت فقط، ومع ذلك قال واجنبني وبني أن نعبده. فقال ابن تيمية من يأمن على نفسي بعد إبراهيم عليه السلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يضمن لنفسه نلاة ولا يضمن لنفسه نفع ولا ضرة في غير ما آية من موضع في غير ما آية في موضع من كتاب الله دل في علاه. فلا يأمنه إلا منافق، لأن القلوب بين إصبعين أصابع الرحمن، وهو الذي حذرنا في كتابه قال إن الله يحول بين المرء وقلبي فإياك وإياك فإن الفتنة أقرب إلى المرء من أقرب إليه من شراك نعله كما أن النبات أقرب إليه من شراك نعله. الفائدة الثانية لفتة عظيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ما الفائدة العظيمة التي نستنبطها من ذلك؟ لفتة عظيمة. هذا أصحاب الذوق هنا حقا الذين يدركون مثل هذه المسائل. قل لشيخ جزاه الله خير اللي بيقرأ إما يقرأ في الخارج عشان حتى لا نشوش عليه ولا يشوش عليه. أين اللفتة العظيمة؟ قال والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. هذه من يعني درجاء عظيم. ها ممتاز، ذكر الرحمن حتى يبشرك حتى تعلم أنك إلى التثبيت أقرب منك إلى الفتنة، لأنه الرحمن وهو الذي كتب كتابا عنده رحمتي غلبت غضبي، رحمتي سبقت غضبي. فهذه فائدة عظيمة جدا تستفيدها أخي المسلم من الأحاديث. الفائدة الثالثة قول عبد الله بن مسعود فابتسم الإنسان فضحك النبي تصديقا لقول الحبر. هذا دلالة واضحة جدا في الرد الصريح على من قال بأن ضحك النبي كان إنكارا وما كان إقرارا. أنتم أعلم أم ابن مسعود؟ ابن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. فهذه يعني من الفوائد التي ترد على الخلف الذين قالوا بأنه قد ضحك إنكارا ما ضحك إقرارا، وهذا يعني صراحة بعيد كل البعد عن الصحة، لأنهم قد خالفوا سلف الأمة بل أجمعوا على أن سلم قد ضحك إقرارا. الفائدة الرابعة فضل الصدقة والله شكور. فضل الصدقة لما قال سلم ما تصدق عبد من صدقة من تمرة من طيب من كسب طيب وإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. هنا هذا فضل الصدقة والله شكور أن الله يربيها له كالجبل الأشم. والله شكور ما أحسن العبد حسن إلا والله جل وعلا أعطاه بأضعاف الحسنات. قال الله جل في علاه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أما قال الله جل وعلا أنفق أنفق عليك، أما قال السلام أنفق بلال وأتخشى من ذي العرش إقلالا، فأنت صدق في ربك جل في علاه ما أحسنت حسنة إلا وهي عند ربك جل في علاه تربو وتربو وتربو، ولعل نجاتك في هذه الحسنة كما كان نجاة هذه المرأة من بني إسرائيل، كانت زانية بغي من بغايا بني إسرائيل، يعني قد أتت بحسنة وإن دقت في عين الناس لكن كانت جليلة في عين الله جل في علاه عندما سقط الكلب لما بلغ منه العطش مبلغه فسقطه فشكر الله لها فغفر لها. الفائدة الأخيرة قول فضل العبد. فضل العبد من وين؟ قوام كل شيء. العدل أساس نجاح كل شيء والظلم أساس هدم كل شيء، لأن الله جل في علاه وهو القوي القادر المقتدر على الظلم لم يظلم وحرم على نفسه الظلم،
كأنه يقول لعبادي أنتم أضعف ما تكونون وأعجز ما تكونون ولا تستطيعون على شيء، حتى على الظلم لا تستطيعونه بدون الله جل في علاه. وهو يقول وأنا الجبار المتكبر الذي أقدر على ذلك وحرمت ذلك على نفسي، فأولى لكم بالعجز الذي أنتم فيه ألا تظلموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. فضل العجز هنا يظهر في حديث من الأحاديث العظيمة، ما هو؟ مش المفروض تقرأ الأحاديث يا إخوة؟ ممتاز. المقسطون على منابر من نور عند الله جل وعلا، المقسطون على منابر من نور، هذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل العدل، فإن الذي يعدل فإنه عند الله جل وعلا على منابر من نور، على يمين الرحمن في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نصل إلى الباب الثاني. مشهد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله عز وجل لا ينام. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. جميل. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكنه يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النار أو قال النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم، جزاكم الله عنا خير. هذا الباب باب عظيم يبين لنا ارتباطه بالأبواب الأخرى. باب الأخرى يستتم المصنف فيها الكلام على كمال الله جل في علاه وصفات الكمال والبهاء والعظمة، لكن هنا لون آخر ونوع آخر، لأنه صدر الباب بصفات النقص، كأنه يقول من كان له الكمال المطلق، من كان له البهاء المطلق والعظمة المطلقة، لابد أن ننفي عنه صفات النقص، فهذا لون آخر من اتصاف الله جل وعلا بالكمال. وإن قلنا وهذه صفات سلبية منفية عن الله جل في علاه والنفي المحض لا يكون كمالا، قلنا هذا النفي جاء بإيش؟ بإثبات كمال الضد، كما بين بإبداع التصنيف أنه ما صدر الباب بالحديث بل صدر الباب بالآية التي فيها تبقى الكمال قبل صفات النقص، لأنه قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، فصدر لك الكلام بالكمال حتى لا تتوهم نقص عن النقص ونفي النقص دون إثبات الكمال، ثم أتى بصفات النقص. عامة هذه من الصفات، الصفات التي ننفيها عن الله جل في علاه، وهي في القسم الثاني، وهي صفات السلب، وهي الصفات التي نفاها الله عن نفسه جل في علاه في كتابه، أو نفاها النبي صلى الله عليه وسلم عنه في سنته، أو أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يتصف بمثل هذه الصفات كمطلق المكر والكيد والاستهزاء، وأيضا كالنوم والإعياء والتعب وغير ذلك والخيانة وغير ذلك من الصفات التي هي تنفى عن الله جل في علاه وليس فيها الكمال. ومن هذه صفات النوم، فصفات النوم من صفات النقص، صفات النوم من صفات النقص، لذلك قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن النوم نقص فيه كمال النقص، بل النوم موت، النوم موت، لذلك قال ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فقال العلماء هنا ورد بعض الآثار، وإن كان في الأسناد فيه كلام، لكن ورد في بعض الآثار النوم أخو الموت، والله جل وعلا له الحياة الكاملة سبحانه وجل في علاه. وأيضا النوم نقص لأنه غياب، ولأنه لا عدم تحكم في هذه الدنيا، الكون الذي خلقه الله جل في علاه وهو الذي يعطي ويمنع ويرفع ويخفض، ولذلك كان الاستدلال حتى من كلام الإنسان بتفسير الكمال بأن الله جل وعلا يرفع له عمل الليل قبل النهار، ويرفع له عمل النهار قبل الليل، يرفع القسط ويخفضه، كل ذلك من أفعال الكمال حتى يثبت أنه لا يوم حتى يثبت أنه لا يمكن أن يتصف الله جل وعلا بالنقص. هنا نتكلم عن مسألتين سريعتين. المسألة الأولى أدب السلف الجم في صفات النفي بالنسبة للرحمن جل
في أولاد. أول هذه الآداب أن النفي لا يكون إلا على الإجمال، لا يكون على التفصيل. من الأدب أدب السلف الجم، وهو من الأدب القرآني أصالة، هو من الأدب النبوي أصالة. عندما نتكلم عن صفات النقص نتكلم عن صفات ننفيها عن الله من أجل الكمال، ولأن الله له الكمال المطلق، لذلك يعني نقول لا يمكن أن نصف الله بمثل هذه الصفات. فعندما ينفي المرء المسلم صفات النقص عن الله يكون إجمالا، هذا هو الأدب. وقد قال اتفق العقلاء على أن من عدد أو من تكلم بالتفصيل في صفات النقص في نفيها عن الله جل في علاه فهو سيء الأدب مع الله. لذلك قالوا أن أهل البدعة وقعوا في هذا المحذور ويتكلمون عن الله جل في علاه بالتفصيل في صفات النفس، وفي صفات الكمال يتكلمون بالإجمال، مع أن العكس هو من هدي السلف، يقولون ليس بجوهر، ليس بعرض، لا يحده مكان، إلى آخر هذه الكلمات التي لا تعرف عن السلف بحال من الأحوال. أما أدب السلف الجم كانوا إذا تكلموا بنفي الصفة كان هذا على الإجمال إلا في حالة واحدة، طبعا الإجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وقول الله تعالى يد الله وقول الله تعالى بل يده مبسوطتان ينفق كيف أشاء، وقول الله تعالى في علاء وما مسنا من لغوب لا تأخذه سنة ولا نوم إن الله فقير سنكتب ما قالوا. فنفي الصفة عن الله جل في علاء إجمالا هذا الأدب القرآن وأدب السنة، إلا ما كان في مقام المحاورة والمناظرة وإقامة الحجة على الخط فيجدر من التفصيل ولو كان في صفات النفس، وهذا أيضا من الأدب القرآني. إذا أصل النفس في القرآن أو في السنة، أصل صفات النفي في القرآن أو في السنة بالإجمال، إلا إن كانت في مقام الإلزام الخاص أو إقامة الحجة على الخاص أو المحاورة والمناظرة والوصول إلى الحق. مثال ذلك قول الله جل في علاه ما اتخذ الله من ولد، هم ادعوا الولد لله جل في علاه، قالوا فلان ابن الله، قالوا عيسى، قالوا عزير، نعوذ بالله من الخزان. المهم أنهم نسبوا الولد لله جل في علاه، فالله جل وعلا رد عليهم تفصيلا لا إجمالا. لما؟ هذه مقام محاورة ومناظرة وإلزام الخط والتفصيل من أجل إقامة الحجة، فتنقطع الحجة حتى يأتوا يوم القيامة لا حجة لهم عند الله جل في علاه. لذلك أنت ترى حتى في هذا التفصيل كان في عرصات يوم القيامة، قال الله جل في علاه عندما نسب الولد له ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على سبحان الله. فهنا فصل الله جل في علاه، إذا نسبت الولد له فأنتم جعلتموه إلها، وإذا جعلتموه إلها لذهب ببعد ما خلق وكل ذلك لم يكن، فإذا لا ولد له ولا إله معه، والله هو المتفرد بالتكوين والخلق سبحانه جل في علاه وبالربوبية. إذن الأدب الجم الأول هو أن صفات النفي تكون على الإجمال لا تكون على التفصيل، إلا في مقام المناظرة أو إقامة الحجة فتكون على التفصيل، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هنا بين الله جل في علاه تفصيلا لا إجمالا في صفات النفي. أما المسألة الثانية، الأمر الثاني والأدب الثاني من السلف، هو أنهم إذا قالوا بالنفي نفي صفة من صفات الله جل في علاه لا يكون النفي على إيش؟ على التمحيص، تمحيص النفي، بل ينفون الصفة ويثبتون كمال الضد، ينفون الصفة ويثبتون كمال الضد، لأن النفي المحض لا كمال فيه. ونحن قلنا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الكمال المطلق ليس لأحد إلا لله جل في علاه، فلله الكمال المطلق، والكمال المطلق هنا يعرف في صفات النفس هو ما تضمنه النفس من كمال، فأنت تنفي مع إثبات كمال الضد، وهذا أيضا الأدب القرآني، أثبت لك كمال الضد قبل أن يصرح لك بالنفي. الله لا إله، ولذلك صدر بها المصنف الكلام على هذه الصفة، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الحي مقابله لا، ليس السنة، أخطأتم، النوم، الحياة مقابلة للنوم. ما احنا قلنا الآية آنفا الأثر الذي في بعض الضعف النوم أخو النوم، فلذا قال الحي، الحي مقابلة لإيش؟ للنوم. وقال القيوم مقابلة للسنة، لأن السنة هذه مقدمات النوم، غفلة من الغفلات، والله قيوم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وجل في علاه، فلا يصح أن تقول إلا أننا نثبت كمال الضد مع النفي. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى إذا قف عندها وضع تحتها خط وقل لا تأخذه سنة لا نوم،
الحي الذي له الحياة المطلقة سبحانه وتعالى في علاه، ولا نوم لأنه القيوم. يعني أنا جره سبحانه رب العظيم. أين اليقظة؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الله الذي لا إله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قل لا تأخذه سنة ولا نوم قيوم، أفمن هو قائم على كل نفس، ولا نوم لأنه الحي، لأن النوم أخو النوم. قال الله جل في علاه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، كما ففرس التي قضى عليها الموت، ويمسك الأخرى. عكست أنت شيخ، عكست. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى إذن هذه موت، سماها الله موتا وسماها المسلم موتا. فإذا قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذا كمال الضد إذا قلنا بصفة النفس لابد من إثبات كمال الضد. أدب القرآن، خذ أيضا قول الله جل في علاه ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام، هذه دلالة كمال إيش؟ كمال القوة وكمال القدرة سبحانه وتعالى في علاه. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب هو إيه؟ الإعياء صح؟ هذه الإعياء والتعب، الإعياء والتعب على الإجمال نفاه الله جل في علاه، لكن مع النفي هذا الأدب الأول وما مسنا من لغوب على الإجمال. والأدب الثاني في القرآن نفسه إيش فعل؟ ها سبق كلام ال وما مسنا من لغوب سبقها إيش؟ الكمال، لكمال الضد. ولقد خلقنا بقوة وبقدرة وبعزة، إنما قولنا شيئا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قالوا يد الله مغلولة غلت أيديه ولعنوا بما قالوا. هذا ينبئك قالوا هؤلاء يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ينبئك قبل أن نسير مع الآيات، ينبئك نفس إيه؟ نفي صفر ممتازين، مفيش ولا واحد فيكم يستطيع يصح له أن يفتي. احنا جايين هو في صفة الله العليم، في صفة الذي يعلم ليفتي. نعم اثبات اليد ممتاز. اريد بس ان افكر فيه، وايه ثم قال صح كرم وجود الله، شكرا ممتاز. جاء الرد عليهم صح، ما نعم صحيح. خلاص خلصتم ممتاز خلاص. يا اخي يدان تفضل شيخ. استاذ محدث نفي الضد يا دكتور، كمان القدره صح. خلاص يبقى اكيد هنفكر في مغاره ولا شيء في المفهوم. هذا يستدل منه أن من وصف الله بالنقص قد كفر. أنا سيأتي في رأس شيء والله، هذا الكلام أنا دكتور أشامي الكلام ده عجيب ولا صحيح الكلام؟ أولا قرروا القاعدة الأول. يا لهوي اترك، خليك منصف مع الشام. الله يكرمك وكلمنا مع الشام، عشان ده بعد النجعة ده يروح في سوق الحراك يروح يبيع السيارات افضل لنا عشان يرحمنا بالله. هذا الله بارك فيك، يبقى باعه ده حقا في سوق الحراك. باشمهندس سامر تقررون القاعدة ولا لا؟ الآية تدل على كفر من وصف الله بالنقص ولا لا؟ ده كمان مش نعم. طب اللي يقر بهذا يرفع ايده. طب واللي ما بيقرش يرفع ايده. ده انت ما بتقرش، انت عايز تقعد بتقر ولا ما بتقرش؟ قر على ايه؟
ايه الدليل على الكفر؟ اي ايه؟ شغال معايا فكرني. انت فاكر نفسك بحواري مصر وهتعمل معايا كده؟ ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.